السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. الصراحة راه عييت ملي كنشوف هاد الكراغيلة وهاد السطية ديالهم وهاد الهبال. راه أنا عارفهم وعارف عقليتهم كي دايرة وفاش كيفكروا، ولكن بعض المرات كنستغرب باش كيخرجوا لينا وما كنعرفش شنو المهبلة اللي غادي يديروها المرة الجاية. دابا بغيت نوقف عند واحد الحالة ديال واحد السيد كيقول كذا محلل رياضي، ومن بعد الانتصار يعني ديال المغرب على بلجيكا والشي اللي قدموا، يعني ما لقاش شي حاجه باش يضربها، لان كلشي مزيان كلشي بخير كلشي راه كاين وبه العالم كامل. باش يقلل من داك الشيء اللي دار المغرب كيقول لك انه المغرب قلد الجزائر، وتخيلوا فاش قلدوا. قال لك حنا كان عندنا وحيد خليلوزيتش وقلناه وجبناه بالماضي، وحتى المغاربه نفس الشيء اقالوا خليلوزيتش وجابوا وليد الركراكي اللي عنده نفس البروفيل بحال بالماضي. يعني احنا درنا كوبي كولي، ماشي هما اللي كيديروا كوبي كولي. نسمعوا. وهم الان من قلدوا اليوم المغرب؟ قلدوا الجزائر يا رجل، قلدونا في بالماضي الذي فزنا به بكاس افريقيا يا استاذ حكيم، شئت ام ابيت. تخلينا على خليلوزيتج في الوقت الذي لم يكن علينا ان نتخلى عنه، وحتى ان تخلينا على خليلوزيتج ما نجيبوش ناخب للاعبين نوعا ما يلعبوا كما يحبوا كما نقولوا، ومن بعد نطيحوا في مجال. جبنا بالماضي نفزنا به، جابوا ركراكي تقريبا نفس المدرسه حكيم، نفس بروفايل، بارك الله فيك، نفس البروفايل. هم فازوا، داروا مباراه مليحه، وهم قوسين او ادنى من التاهل الثاني في تاريخهم الكروي للدور الثمانية. يعني هاد الناس كما كنقول دائما كيعيشين في الخرطه في الخرطي، يعني كيعتمدوا على ديك البروباغندا ديال الهبال وديال الكذوب، واختلقوا شي حوايج ما كاينينش. والمشكله انه عندهم واحد الشريحه كبيره انكم تصدقوهم. ونسمعوا هذا اللي احنا دابا المونديال بدا وكملنا القصه ديال الجزائر والكاميرون وتاهيل الجزائر وهادي وكذا، وعندنا ملف كبير وداك الشيء. صافي الكاميرون بدات كتلعب مقابلات ديالها، واحد يجي كيقول لك اودي راه رئيس الفيفا اتصل بيا شخصيا وقال لي بانه المقابله الثانيه ما غاديش يلعبها الكاميرون، غتلعبها الجزائر، وممكن ان الكاميرون تلعب شوط والجزائر تلعب شوط، وقال بانه هذا الشيء هذا، وكيحلف وكيقسم. استغفر الله العلي العظيم. الجزائر ستدخل للمباراه الثانية تاع الدور الثاني نتاع كأس العالم في قطر. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم. ثلاثة هاد العشية جيو لو تيليفون ديال جياني انفانتينو بريزيدون ديال لا فيفا، وأكد لي هذا الخبر، يعني خبر صحيح 100%. يعني نعاود نكرر باسكو بزاف اللي ما يمنوش باللي الكاميرون يلعب الشوط الأول والجزائر تلعب الشوط الثاني والمقابلة الثالثة كلها تلعبها الجزائر. ونعطيكم موعد نهار الماتش باش نأكد لكم باللي حقيقة الكلام اللي راني نقوله ما راهوش انفونتي، ولا واحد يقول لي راك شارب الشراب، واحد يقول لي راك مسطول، واحد كل واحد كيفاش يقول لي. لعلو الشيطان تاقو مولاكم. ما تنساوش يا الجزائريين الصلاة، حذاري من ترك الصلاة، والدعاء، الدعاء للرب باش نديو لا كوب دي موند. وانت دايز خدش حاجة في يديك، تفش خاوي، دير واحد اشتراك ولا واحد لايك ولا واحد التعليق ولا واحد البارتاج، خلينا واحد الاثر طيب باش نبقى تفكروك. شكرا لك. اذا الشيء اللي بغيت تقولوه، الميساج اللي بغيت ندوزوه ماشي للمغاربه، المغاربه عاقين بكم وعارفينكم، ولكن ندوزوه للشعب الجزائري. هادشي راه بزاف راكم كديروه، كم تضحكوا الجناس عليكم، الناس راه تمسخر بكم، وانت راكم تحطوا في مراتكم في واحد المواقف ماشي هو هذاك. واش غير خرطي في خرطي وتأمنوا هاد الشيء هذا، واللي جاي يجي يكذب عليكم، راه هادشي ماشي معقول. وهاد الشيء اللي راه يندار في قضيه ديال المغرب، اي حاجه راهم يكذبوا عليكم وانتم راكم تثقوهم، وهما الحكام ديالكم غيديو غير البرد. شكرا تماميكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وفيقوا.